طب ممكن بس اوري لحضراتكم في 5 دقايق بالظبط هو ايه اللي بيحصل في اوروبا؟ معلش انا اسف انا اسف. في اوروبا والدول المتقدمه على راي استاذنا الكبير في استاذ عادل امام في الارهاب والكباب، في اوروبا والدول المتقدمه في اخر 5 سنين مثلا، خليني ابدا بنهايه 2017 لدوري ابطال اوروبا كان ريال مدريد واليوفي، تم تحديد ملعب ميلينيوم ستاديوم في كارديف لاستضافه النهائي من يوم 30 يونيو 2015. بتقول ايه يا عم اسلام؟ اه والله العظيم ثلاثه قبلها بسنتين قبل ما يلعب نهائي دوري ابطال اوروبا 2017 تم اتخاذ ان المباراه دي هتتلعب في الملعب ده يوم 30 مايو 2015. طب في 2018 ريال مدريد بيلعب ليفربول، طب المباراه كانت بتلعب في الملعب الاولمبي في كييف اللي كان في اوكرانيا او في اوكرانيا. طيب متى تم تحديد هذا الملعب؟ 15 سبتمبر 2016، يعني قبلها بسنتين مش باسبوعين. ولما عرفت مين اللي هيلعب او مين الاقرب ان هو يلعب في النهائي، في نهائي دوري ابطال اوروبا 2019 ليفربول وتوتنهام، كان ملعب اتلتيكو مدريد هو اللي هتلعب عليه المباراه. امتى تم اتخاذ القرار؟ يوم 20 سبتمبر 2017، يعني قبلها بسنتين. دوري ابطال اوروبا 2020 استثنائيه بسبب الكورونا في البرتغال، اتعملت دوره مجمعه لكن المفروض تلعب في تركيا. بعيدا عن الاستثناءات، بعيدا عن الاستثناءات، اوروبا نهائي دوري ابطال اوروبا 2021 كان في البرتغال. كان ليه في البرتغال؟ لانه كانت البرتغال باعتبارها ضمن القائمه المتاح السفر ليها لفرق انجلترا. طب خد المفاجأة دي، نهائي دوري أبطال أوروبا السنة دي متحدد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إن هو هيتلعب في فرنسا. المباراة السنة دي كانت هتتلعب في روسيا، ولكن بعد الحرب الأوكرانية الروسية المباراة اتغيرت وهتتلعب في فرنسا في باريس. نهائي دوري أبطال أوروبا السنة اللي جاية، اللي هو مش السنة دي، السنة اللي جاية، السنة دي اللي هو هيلعب 28/5 ليفربول هيلعب ريال مدريد في فرنسا في باريس. السنة الجاية في 2023 النهائي هيلعب فين؟ في اسطنبول في تركيا. طب في 2024 في ويمبلي في انجلترا. طيب طلع ليفربول بيلعب ريال مدريد هيتلعب هناك. 2025 متحدد أليانز أرينا في ألمانيا. هي دي النزاهة، هو ده اللي بنتكلم فيه. لو المباراة دي كانت تم اتخاذ القرار فيها من ساعتها، من قبل بداية المباريات يا أخي، من شهر ونص شهرين قبل ما نعرف مين اللي هيلعب في النهائي، ولا كان حد اتكلم. تقريبا السنة اللي فاتت حصل كده يعني. تحدد المغرب من بدري ما حدش اتكلم. هو مين كان هيقول إن كايزر تشيفز هو اللي هيخرج الوداد السنة اللي فاتت؟ محدش كان يتوقع هذا الامر، ولكن الاهلي لم يعترض لانه كان. لكن دلوقتي ولغايه دلوقتي احنا ما نعرفش الموقف الرسمي للنادي الاهلي هيكون ايه خلال الكام يوم اللي جايين، لكن انت المنطق العقل بيقول كده. قبل السيمي فاينل بثلاث ايام ولا باربع ايام بتقول لي ان اللي هيلعب المباراه النهائيه هتلعب في مركب محمد الخامس في المغرب الساعه كذا وطرفيها الاقرب نادي الوداد المغربي ونادي الاهلي المصري. كرة القدم فيها كل شيء، محدش عارف ايه اللي هيحصل في المباراتي العودة، ولكن الوداد كسبان بيترو اتلتيكو في انجولا 3-1، والنادي الاهلي كسبان وفاق سطيف في مصر 4-0. كرة القدم فيها كل شيء، ولكن الاقرب الاهلي والوداد. طب ايه اللي هيحصل في المباراة دي؟ حاجات كتيرة جدا جدا جدا.